ينضم معنا المواطن نوزاد سمير الذي أحرق سيارته عبر الهاتف من كركوك. أقول لك مساء الورد نوزاد. مساء الخير أستاذ علينا وعليكم. حياك الله. بداية حدثني عن وضعك الصحي والاجتماعي. والله وضع الصحي أستاذ تدري أنت رجلي وظهري شوية يعني حرق بدأت تأذيني حيل. ودا عالج بالبيت من البارحة طلعت من المستشفى. ووضعي الاجتماعي قاعد يجار ببيت واشتغل سايق تاكسي مثل ما شفت. وهاي الحادثة صارت بي كنت متوجه من بيتي إلى مستشفى آزادي للعلاج. فوقفتني المفرزة المرورية براس الجسر. طيب. طلبت مني السنوية و قصوا لي وصل سحب سنوية فوق ما يعني رغم ما قص لي الوصل أنا كنت راضي بيها ما عندي اعتراض بس الاعتراض مالي صار لأنه الوصل غلط كاتب لي رقم السيارة رقم السيارة غلط وترجيته والمفرزة اللي ويا العقيد ترجيته ما إلى أي حل وجهت له سؤال قلت له سيدي شو أسوي أحرق سيارتي وأحرق روحي أنت منطيني وصل غلط هذا قلت له طيب نوزاد يعني انت نعم. خليت الازمه ووزاره الصحه اعلنت بان هنالك غرامات على كل من يخالف تعليمات حظر التجوال، يعني شو الاسباب اللي دفعتك بانه تخرج بسيارتك اثناء الحظر؟ استاذ انا الدافع لي عقيد المرور اللي كان واقف قص الوصل الغرامه سحب السنويه رقم سيارتي غلط بها كاتبها وانا متوجه المستشفى ما طالع يعني لا بشغل لا بعمل متوجه المستشفى لتلقي العلاج. طيب لو زاد شنت وحدك نعم. اكو احد وياك بالسياره؟ نعم وحدي كنت بالسياره. وحتى الطرف كنت نازل شويه ملتهبه والمفوض الموجود بالمفرزه شافني واخذ الوصل توجه للعقيد ترجع سيدي هذا رايح المستشفى وسيدي دا يعالج ما فاد وجهت لسيدي الحل شنو الوصل غلط وما تساعدني اروح للمستشفى شو اسوي؟ احرق روحي احرق السياره؟ وجه لي السؤال روح طقراتك بالحائط بهاللهجه. يعني ما اقدر اتحرك لاي مكان ورجلي ملتهبه وتاذيني ما ظل عندي اي حل يعني وين ما اتوجه لاي مفرزه راح تلقى القبض علي انا والسياره. طيب نوزاد يعني ايش قد الغرامه كانت؟ 100,000؟ استاذ هو سحب سنويه ما ذاك الغرامه. اما احنا الوصل لو كان عندي صحيح يعني ركب المركبه انا اريد اعرف الاجراء اللي اقاموا به السيطره خلينا نقول او المفرزه شنو اللي صار اخذوا يعني انطوك وصل غرموك غرامه انيه فقط سحب سنويتك سحب سنويتي رقم هذا ورقم المركبه غلط مكتوب بالسياره طيب بس يعني, يعني هذا عم يدفع نوزاد يعني نعم. رغم الضغط اللي عندك رغم الوضع الصحي اللي انت تواجهه بس هذا راح يدفعك بانه تحرق سيارتك والله استاذ كل يعني ما ظل وسيله ايش قد توسل من المفرده تتوسل بي سيدي ساعده سيدي رقم المركبه غلط كاتبه ما فاد باي يعني اي طريقه حاكينا وردنا ويا اي علاج ما تقول روح احرق روح احرق سيارتك مشكلتك طيب زين هذا الفعل اللي قمت به يعني هذا يأس لو ردت توصل صوتك لو يعني وصلت الى طريق مسدود حز نفسك استاذ انا وصلت الى نفسي. طريق مسدود وصلت الى طريق مسدود من رغم مفرزتي حكي وياه وما فاد توجهت لغير مفرزه قرب الفلكه مالت المحافظه طيب احد منتسبين المرور مفوض اتصل بالعقيد العقيد ما جاوبه ما رد على تليفونه ما ظل عندي اي حل يعني لا اقدر اروح للبيت لا للمستشفى ورجعت له ورا تقريبا 30 40 دقيقه اتوسل اترجع والمفرزه يحكون وياه ما يفيد يعني استاذ طيب ما ظل عندي حل انت وضعك المادي شنو يعني عندك راتب رعايه كونك من ذوي الاحتياجات الخاصه شنو عملك فقط بهذا التاكسي انت عايش؟ من 2006 انفجر علي عضو بترن رجليه لا راتب رعايه لا راتب معين ولا راتب ضحايا ارهاب من اي دائره حكوميه ما عندي